طبورينا من فيينا في النمسا ضياء الشمري الباحث السياسي، مرحبا بك معنا سيد ضياء عبر شاشة الغد. في البداية لا توضح ما أعلن واتضح من التفاصيل المتعلقة بهذا التبادل لإطلاق النار، طبيعة توصيفه وما خلفه من قتلى أو إصابات حتى الآن. السلام عليكم، البداية تحياتي للجميع. حقيقة حسب المتحدث الناطق الرسمي باسم الجيش أو باسم المعسكر ميشائيل باور، قال الحدث حدث الساعة 6:55 دقيقة، وأنه هذا المجند اللي موجود في المعسكر كان أدى خفارة في هذا المعسكر، وبدأ يرمي إطلاق النار عشوائيا على الجنود الموجودين هناك. والضابط المسؤول أيضا هو جرح في هذا الحادث، وتم إطلاق النار على هذا الشخص. هذه المعلومات الأولية الموجودة هي في هذا المعسكر أو المطار الموجود في نيدا إسترايش، هل في مقاطعة نيرنشتات. نعم سيد ضياء، هل في أثناء البحث عن خلفية هذا الجندي أو هؤلاء الجنود المتورطين في هذا العراك والذي أودى بحياة جندي وأصيب آخر، هل اتضحت أي تفاصيل أو معلومات ربما عن انتماءات في داخل صفوف هؤلاء الجنود؟ نعم، هو هذا المجند يعني الخدمة الإلزامية العدة هو عمره 20 سنة، وحسب التحليلات الأخرى من أشخاص أخرى أو من أطباء نفسانيين يقول حالته النفسية كانت يعني متأهلة أن يقوم بهذا العمل. لهذا السبب كان بهذه الفترة هو بدأ، يعني المشكلة لحد الآن ما معروفة شنو التداعيات من الحدث الذي حدث في هذا المطار العسكري الموجود في النمسا. أشكرك جزيلا سيد ضياء الشمري الباحث السياسي، كنت معنا من فيينا في النمسا.